مشاهدينا، على مدى الستة أسابيع الماضية وصل عدد زوار إكسبو 2020 دبي إلى 3,500,000 زائر. هذا الرقم الجديد جاءنا للتو من مراسلنا محمود حمدان. إذن يتزايد يوما بعد يوم توافد الزوار إلى إكسبو 2020 دبي، ويساعد على ذلك الطقس الجميل المشجع على النزهة واستكشاف أجنحة الدول المشاركة والتعرف على ثقافاتها المتنوعة. صحيح، فميس الإكراد الزميلة هنا في تلفزيون دبي استطلعت بعضا من آراء الزوار في إكسبو 2020 دبي، فلنتابع. لقد زرنا فقط جناحي السعودية ومصر حتى الآن، لقد كانت تجربة رائعة، ونتطلع إلى زيارة المزيد من الأجنحة قبل الساعة 10 مساء. بالتأكيد نريد زيارة أكبر عدد من الأجنحة، لقد استكشفنا المكان فقط في البداية، والآن سوف نزور جناح هنغاريا، ومن ثم سنعمل قدر المستطاع لزيارة باقي الأجنحة. مشروعي دحين حاليا انه ابغى اكل، هذا اول شيء، وباين في مطاعم كثير حلوه، بس مره حبيت جناح السعوديه، كان جميل، كنت مره فخوره فيه. جناح هولندا كان جميل كمان، جناح الامارات برضو كان حلو، عندك كمان اللي مره حبيته سويسرا، كان جدا جميل صراحه ويستحق الزياره. نفسي ازور مصر حاليا، ابغى اروح مصر والكويت. اكسبو ما الواحد ما يقدر يوصفه، لان دائما اكسبو متجدد، فكل ما اطلع وارجع لاكسبو اشوف شيء جديد، فدبي دائما تسحرنا بالشيء الجديد، واكسبو دائما يسحرنا بالشيء الجديد، فتجربه ممتعه الصراحه وما مل منها. يعني كلمه فخامه، كلمه انه حاسس بالفخر انه هذا الشيء عندنا هون، بس فاقدر اقول الامارات، اقدر اقول السعوديه، اقدر اقول في خليجنا، شيء والله العظيم نعتز فيه ونفتخر فيه. يعجز اللسان صراحة عن وصف المكان بجماله بروعته، حاجات كثيرة والله العظيم يعجز اللسان عن الكلام فيها. زرت الجناح المغربي، جناح سعودي، وأكيد جناح الإماراتي باش نزيدوا نعرفوا الثقافة الإماراتية. الجناح الياباني اللي خلانا عشنا واحد العالم واحد آخر، اللي خلانا دخلنا في واحد العالم والله إلى واحد آخر، دي التكنولوجيا وبزاف الحوايج. كثير من الأجنحة اللي صراحة عجبتني جناح المملكة العربية السعودية، طبعا ما دشيت بعدني بجناح دولة الامارات لانه زحمه، فان شاء الله الايام القادمه ندخلها ان شاء الله. احضرت معي هذا القميص لجمع اختام الاجنحه الى جانب اختام الجواز، الا ان هذا مختلف، اريد شيئا خاصا بي، لذا ابتكرت هذه الفكره. الجناح المفضل لدي هو الجناح السعودي، انه مبتكر جدا، اعتقد انه الافضل بالنسبه لي. كذلك أنوي زيارة جناح الإمارات لأنه يبدو مختلفاً، إلا أنه مزدحم جداً، لذلك قمنا بالحجز عبر الطابور الذكي.